الدكتور دريد محاسنة الخبير في المياه. سيد دريد، ما بإمكان الاتحاد الإفريقي أن يفعله كي يحل هذه العقد ضمن هذا الاتفاق المنشود؟ حقيقة الاتحاد الأفريقي كان يجب أن يتدخل قبل ذلك. اليوم إحنا بنتحدث عن سد انتهى بناؤه، سد يتسع لحوالي 74 بليون متر مكعب، ويحتاج لعدد من السنوات لامتلائه. الاختلاف بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة على مدة الإملاء، أثيوبيا بدها تملئ السد في غضون 6 إلى 7 سنوات، بينما مصر بدها إياه في 15 سنة. والمرد ذلك أو مرجعية ذلك أنه كل ما أخرنا في امتلاء السد، كل ما استمر تدفق المياه للسودان وللنيل إلى مصر، وتعتمد هناك مصر بالسد العالي مش فقط على الري، لكن أيضا على توليد الكهرباء بالسد العالي. طيب، وإثيوبيا نيتها أنها أيضا توجد كهرباء، حيث أن 65% من السكان في إثيوبيا غير مربوطين على شبكة الكهرباء أو لا تتوفر لهم كهرباء، لكن مصر والسودان لهم حقوق في النيل متفق عليها عام 1929 و1959. تفضلي ستي. سيد دريد، الحديث اليوم يريد الطرف المصري السوداني أن يخصص لمناقشة سد النهضة، الطرف الإثيوبي يتحدث عن مفاوضات حول مياه النيل. قانونيا يعني توسيع الدائرة الحديث عن مياه النيل، هل يمكن حصره في مفاوضات تريدها مصر والسودان خاصة بسد النهضة؟ لا طبعا لا. احنا يجب ان نعلم انه هنالك 11 دولة متاخمة لحوض النيل، 11 دولة افريقية، رئيسيا منهم اثيوبيا ومصر والسودان. لكن كما ذكرت لك سابقا، اتفاقية 29 و 59 فيما بعد اعطت مصر حقوق مائية، في حين اعتقد مع بريطانيا كانت الاتفاقية. لكن تزايد عدد السكاني، الحاجة للري، تغير المناخي والحاجة للطاقة أوجدت حاجة ماسة لدى دولة مثل إثيوبيا وكينيا والدول الأخرى أنه بدنا حصتنا من هاي المياه. لكن مصر بنت أو عملت كل تنميتها في حوض النيل على سد أسوان أو السد العالي، وعلى كمية المياه اللي بتجيها. اليوم إذا بنتحدث راح نحرمها من تدفق هذه المياه، سنقضي على الثروة السياحية والمائية والزراعة، لا سيما أنه الري ما زال في المناطق هاي بأساليب ما نقدرش نحكي أنه عصرية وتستهلك أقل بالمياه. اللي بدي أركز عليه أنه كان الأجدى في إثيوبيا أن تجلس مع الدول المتاخمة، وكان في مبادرة في عام 1999 اسمها النايل بيسن انيشيتيف، يعني خلينا نجلس كدول متاخمة للنيل ونبني ما نسميه الحقوق المشروعة، رايتفول شير اوف ووتر. ولكن وصلنا إلى هذه النقطة الآن، ما مصير هذا الاتفاق المنشود، هذا الاتفاق الملزم المنشود، خاصة بأن الأمم المتحدة أحالت الملف إلى الاتحاد الإفريقي؟ إذا لم يستطع الاتحاد الإفريقي تحصيل اتفاق، هل سيرجع الملف للأمم المتحدة؟ سياسيا تدخلت بالمدة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلت الأمم المتحدة، ومن تراجع عن الالتزام بالاتفاق اللي حاولوا بصورة مبدئية مبني على الرايتفول شير، صحيح أنه منابع النيل جزء كبير منها وخاصة النيل الأزرق من إثيوبيا، لكن مسار خط النيل أو نهر النيل هو أكثر في السودان وفي مصر، أي الدول المستفيدة من مسار الخط هي مصر والسودان. ولنأخذ مثال على ذلك، نهر الدانوب بمر في معظم الدول الأوروبية، لكن هنالك تقاسم للحقوق في هذه المياه. التقاسم مبني على الإرث التاريخي، مبني على عدد السكان. شكرا. مبني على المساحة الزراعية وعلى استعمالات المياه لأغراض إنسانية أساسية، مثلا هل بستعمل مياه للشرب ولا أنا ببذر وبهدر مياهي. هذه الأساسيات اللي مفروض بالتفاوض.
أنا لا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي أشكرك. قادر على إنجاز هذه المهمة، وبالتالي حاليا يحول الصراع إفريقي عربي ضد مصر والسودان. شكرا وللأسف شكرا لك. أعتذر منك على المقاطعة، يعني يصرون على إنهاء المقابلة الآن، الوقت انتهى. شكرا لك من عمان الدكتور دريد محاسنة، الخبير في المياه.